رسول الله. الاحتجاجات مستمرة على إساءة منشد حزب الله علي بركات للكعبة المشرفة ضمن برنامج لشرب الخليل. وفي هذا الإطار نفذت جمعيات دينية واجتماعية وروابط أهلية ومخاتير اعتصاما في ساحة عائشة بكار أمام المسجد. فالذي قال ما قال عن الكعبة أنها تأتي إلى فلان وعلان فقد أهان المؤمنين المسلمين قبل إهانة الكعبة نفسها. فالكعبة هي التي لا يشك أحد في موقعيتها عند الله، فهي أول بيت وضعه للناس للعبادة، وهو تكفل بحفظها وحمايتها من كل من يتعرض لها بسوء. وهذا ما حصل عندما هاجمها أبرهة الأجرم بجيشه. ومتابعة للموضوع من الباب القضائي، تقدم المحامون محمد جعفيل وعمر الكوش وميشيل فلاح ونديم كوبر وعمر شبارو بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بوجه إدارة قناة الجديد وفريق عمل قطح جم وخليل ومنشد حزب الله وكل ما يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضا. وموضوع الإخبار الجرائم التي تمس الدين وتثير الفتن.